ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34,488 شهيدا و 77,643 مصابا منذ 7 من تشرين الأول الماضي وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 34 شهيدا و68 إصابة خلال الساعات الماضية. كما أفادت وزارة الصحة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. على خطين متوازيين تسير الأنباء المتواترة عن عملية عسكرية يوشك الاحتلال شنها على رفح، وهدنة قد ترقى إلى مستوى صفقة تنهي الحرب بين الاحتلال وحركة حماس. لكن بقدر ما هما خطان متوازيان بقدر ما هما متعارضان أمام حقيقة أن الصفقة قد تبخرها العملية إن وقعت، وهو أمر لا يبدو بعيدا بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. فمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قال إن الاستعدادات تتواصل لاجتياح رفح، مشددا على أن تل أبيب لن تتنازل في أي صفقة إذا تمت عن أهداف الحرب. تصريح كانت سبقته تهديدات شديدة اللهجة من رأسي حربة التطرف في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش، اللذين هددا بحل الحكومة إذا ما جرى إبرام صفقة تبادل أسرى تؤدي إلى إرجاء العملية العسكرية في رفح. إرجاء يتأرجح ما بين استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التلويح بأن العملية في رفح يجب أن تتم، وقلق لا تنفك الولايات المتحدة تبديه بشأن حجم الضحايا الذين ستوقع بهم عملية كهذه. ففي أحدث تواصل بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو جدد بايدن ما قال إنه موقفه الواضح بشأن عملية رفح، موقف تلخصه واشنطن بأنها لا تستطيع دعم عملية إسرائيلية في رفح دون خطة إنسانية مناسبة وذات مصداقية، ما يعني أن الاختلاف الإسرائيلي الأمريكي ينصب على شكل العملية لا حقيقة وقوعها. وإذ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف واشنطن ورؤاها قبل اجتياح رفح، فإن المدينة التي بالكاد ودعت قافلة جديدة من أبنائها قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت ليلى النائمين لا شيء يمنع شر العملية عنها سوى صفقة ما تزال حلما يجدد الفلسطينيون التمسك به منذ 7 شهور ولا واقع على الأرض يجعله حقيقة. من دير البلح أرحب بمراسل المملكة باسل العطار، أهلا ومرحبا بك معنا باسل. أبدأ معك بتطورات الأوضاع وتحديدا على الأرض ميدانيا، ماذا يحدث في رفح؟ كيف تبدو الأوضاع تحديدا مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لضرباته الجوية على أطراف مدينة رفح؟ نعم عبد الله، دعنا نتحدث بداية عن الإحصائية التي يمكن رصدها أنه منذ منتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة استشهد في قطاع غزة 34 فلسطينيا من بينهم 26 في مدينة رفح وحدها. نحن نتحدث عن تصاعد في الغارات الإسرائيلية على المدينة، 4 منازل تم تدميرها في مدينة رفح، منازل مأهولة منذ منتصف الليلة الماضية وحتى ساعات ظهر هذا اليوم. القصف الإسرائيلي بات أكثر عنفا ويتم استهداف كل المناطق في مدينة رفح سواء المناطق الغربية أو الشرقية من خلال عمليات القصف، وهذا ربما أيضا يؤكد ما تحدثنا عنه بالأمس عبد الله أن مجمل عدد الشهداء الذين تم رصدهم خلال الأيام الأخيرة أكثر من 50 إلى 60% منهم هم من مدينة رفح وحدها. هناك عمليات جوية إسرائيلية تتم بشكل مركز على المدينة إلى جانب المناطق الأخرى في قطاع غزة، لكن التركيز الإسرائيلي يبدو واضحا، والمجازر الأعنف التي تم رصدها خلال الأيام الأخيرة كانت في مدينة رفح،
عائلة أبو طه التي استشهد 10 من أفرادها وما زال هناك عدد آخر مفقود، جل الشهداء من الأطفال والنساء، وأيضا عوائل أخرى تم استهداف منازلها خلال الساعات الماضية. في المناطق الشرقية يتم سماع أحيانا، ونتحدث هنا عن مدينة رفح، يتم سماع أحيانا أصوات إطلاق رصاص، لكن على الأرض لا يوجد أي تحركات ميدانية صح التعبير من قبل الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة من ناحية مدينة رفح. لم يتم رصد أي تحركات غير طبيعية حتى هذه اللحظة، وبالتالي يمكن الحديث أن الغارات الجوية ما زالت مستمرة، وهذا أيضا يأتي في إطار ما تحاول إسرائيل الترويج له. إسرائيل تتلاعب في ملف مدينة رفح بنقطتين. النقطة الأولى هي إيهام العالم بأن مدينة رفح هي مدينة آمنة، وأنها تخطط أو أنها ستبدأ بتنفيذ عملية برية أو عمليات بها، بينما في الواقع مدينة رفح حالها كحال بقية المدن في قطاع غزة، تتعرض للغارات الجوية والاستهدافات، وسجلت أيضا مجازر في المدينة. النقطة الثانية أن إسرائيل تلفت أنظار العالم إلى مدينة رفح باعتبارها المنطقة الأكثر تركيزا في الإعلام العالمي، لكن أيضا في المناطق الأخرى الغارات الإسرائيلية لا تتوقف. حتى مدينة غزة التي اجتاحتها إسرائيل مع المناطق الشمالية ودمرت الأجزاء الكبيرة منها، تشهد حتى الآن عمليات قصف إسرائيلية متواصلة ومجازر، وأيضا الحال في المنطقة الوسطى، مخيمات الوسط، مخيم البريج، النصيرات، المغازي، ومدينة دير البلح. جميع المناطق في القطاع يتم قصفها، بينما يركز العالم في عملية رفح، وبالتالي هذه سياسة إعلامية إسرائيلية باتت واضحة. نعم. فيما يتعلق ببقية المناطق أيضا، ونتحدث هنا عن الوضع الميداني، قبل قليل أغارت إسرائيل على منزل في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، إلى جانب أيضا استهدافات أخرى في المناطق الشرقية والغربية من المدينة. طيب بس هل نريد الحديث حول تفاصيل ما جرى وما يجري دائما من الاحتلال الإسرائيلي، هل هذا مؤشر بأنه من الممكن أن يكون هناك قرب التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بصفقة التبادل والهدنة؟ لأنه عهدنا الاحتلال دائما ما يصعد قبل التهدئة بشكل كبير، وبالتالي هذا يقودنا إلى السؤال على الأرض، كيف تبدو الملامح فيما يتعلق بالهدنة أو قرب التوصل إلى صفقة، مع وجود تفاؤل فعليا بأن تكون هذه الصفقة قريبا ونحن في انتظار رد حركة حماس عليها؟ هناك حالة غموض عبد الله حقيقة، حتى فيما يتعلق بالتفاصيل التي تتضمنها هذه المبادرة التي تم طرحها من قبل الوسطاء على حركة حماس والفصائل من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. حتى في الإعلام العبري هناك حديث ربما متناقض فيما يتعلق بشروطها. البعض يتحدث أن الحديث عن 20 أسيرا إسرائيليا فقط، مقابل أن يكون هناك إفراج عن 30 أسيرا أو 50 أسيرا، من 30 إلى 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير واحد، وأن الهدنة ستكون لمدة 20 يوم، بمعنى كل أسير بيوم، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية المتعلقة بالإفراج عن بقية الأسرى. هناك طرح آخر يتم الحديث عنه متعلق بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، عفوا جميع المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، مقابل عدد من الأسرى أو مئات من الأسرى الفلسطينيين، وهذا ما تحدث به وزير الخارجية البريطاني، وأنه هدنة فقط لأربعين يوما. هذا التناقض ربما هو يجعل الأمور غير قابلة للتقييم الحقيقي حتى يتم الحديث عن إمكانية نجاح هذه المبادرة. لكن يمكن رصد تصريح للناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع، الذي تحدث حول عدة نقاط، أبرز نقطة يمكن الإشارة إليها، قال أن أي اتفاق لا يتضمن وقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين، بمعنى لن يكتب له النجاح. هذا ما قاله في تصريحه. وكان هناك أيضا تصريح في الإعلام الإسرائيلي وعبر صحيفة يدعو تحرنوت لمسؤول إسرائيلي لم يسمي نفسه،
قال أن التمسك حماس أو أن على حماس التنازل عن شرطها بوقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لتنجح أي صفقة، بمعنى أن المواقف كما هي. على ما يبدو أنه من خلال هذه التصريحات لا يوجد أي تبديل حقيقي فيما يتم طرحه، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار الشامل أو الانسحاب الإسرائيلي، لكن هذا لا يعني أن هناك وضوح في ما يتم طرحه. حتى الآن الوسطاء يحافظون على سرية، لا يصرحون حول ما يتم طرحه، وربما هذا يأتي في إطار محاولات إنجاح هذه الصفقة. هذا على مستويات سياسية، ماذا عن الشارع وكيف ينظر المواطنون في قطاع غزة إلى هذه الأنباء حول ما يتعلق بقرب التوصل إلى الصفقة، بغض النظر عن التفاصيل وعن الضبابية الموجودة في المواقف إلى غاية هذه اللحظة باسل؟ ونعرج أيضا على الأوضاع الإنسانية، وما المأمول أيضا في حال تم التوصل إلى صفقة؟ هل التوقعات بانفراجة كاملة بإدخال المساعدات والعودة عن بدء الحياة من جديد؟ اليوم عبد الله توجهت إلى مستشفى شهداء الأقصى، قابلت نازحين، قابلت أطباء، قابلت صحفيين، وأيضا قابلت العديد من الفلسطينيين. ربما الجامع بينهم عدة نقاط. النقطة الأولى هو التفاؤل الحذر، لا يمكن رفع سقف التفاؤل بالنسبة للفلسطينيين هنا في قطاع غزة بعد أكثر من جولة خذلوا بها أو وصلت الأمور إلى طريق مسدود فيما يتعلق بإتمام الصفقة. لذلك هناك حالة من التشاؤم والتفاؤل بنفس الوقت. النقطة الثانية هي أن طرح إسرائيل عدم إنهاء هذه الحرب أيضا يلقي بظلاله على الرأي العام هنا في قطاع غزة. هناك إجماع على ضرورة وقف هذه الحرب، وهناك استغراب على تمسك إسرائيل بعدم إنهاء هذه الحرب حتى في حال إتمام هذه الصفقة، والحديث عن أن هذه الصفقة لأيام معدودة، تطرح هدوء لأيام معدودة ومن ثم استئناف هذه الحرب، أو حتى الموقف لدى الولايات المتحدة الذي يعيد الموقف الإسرائيلي المتعلق بهدنة مؤقتة، وحديث وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أن هذه فرصة ذهبية، أو بما معنى أنها فرصة سخية كما قال في تصريحه، وعلى حماس قبولها، بينما ما يتم الحديث عنه أنها وقف إطلاق نار مؤقت. وبالتالي هذا الأمر أيضا هو محل تأكيد هنا أن ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل، وأخيرا أن يكون هناك سرعة في إنجاز الضغوطات الدولية لإتمام هذه الصفقة والضغط على إسرائيل بالذات. هذا أيضا عامل مشترك فيما يتم الحديث عنه من مختلف الشرائح والفئات هنا في قطاع غزة، خاصة وأن الوضع الإنساني، وكنت قد سألتني عن الوضع الإنساني عبد الله، نحن نتحدث عن أنه قد وصل إلى أسوأ حالاته في ظل الآن انتشار أمراض بشكل خطير. الكبد الوبائي بات منتشرا بشكل غير مسبوق بين الأطفال، وهناك تسجيل لوفاة أو وفاتان وفق ما تم الإعلان عنه من مصادر أممية لأطفال أصيبوا بالكبد الوبائي وهم في مخيمات النازحين، وأيضا انتشار المياه العادمة بشكل خطير، الحشرات كالبعوض الذي بات أيضا ينتشر بشكل خطير، عدم وجود أي رعاية طبية حقيقية في قطاع غزة، انهيار المنظومة الطبية، أيضا على مستوى المساعدات الأمر لا يقتصر على إدخال المساعدات وإنما أيضا على وجود الظروف المناسبة لاستلام هذه المساعدات أو حتى توفير الأغذية. سوء التغذية وصل لمستويات أيضا خطيرة، وبالتالي نحن نتحدث عن واقع خطير وصعب ومعقد ذات يعيشه القطاع. شكرا على كل هذه التفاصيل من دير البلح، كنت معنا مراسل المملكة باسل العطار. من القاهرة ينضم إلينا الباحث بالعلاقات الدولية بهاء محمود، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد بهاء، التفاؤل موجود وما زلنا في انتظار رد حركة حماس على الورقة الإسرائيلية وعمليات التفاوض والتباحث لربما لإتمام هذه الصفقة، برأيك ما السيناريو المتوقع لرد حركة حماس وكيف تجري الآن ترتيبات مثل هذه الأمور؟ يعني حتى الآن لا توجد مؤشرات تقول إنه حركة حماس تقدم بوادر إيجابية على الموافقة، لكن ربما
لو التمست حماس ان هناك افضل من السابقين او يمهد لها لكثير من ما يقدم لقطاع غزة، سواء من المساعدات او الوقوف على حل ما بعد الحرب، سواء عدم ملاحقات القيادات او عدم اغتيالهم، مسألة التفاوض على الدولة، كل هذه الامور ربما تكون افضل بكثير من الاقتراح الاسرائيلي من معاودة القتال مرة اخرى بعد الحرب. انه حماس بالطبع ترى انه انهيار هذه المدينة بكل ما فيها وانهيار كل مقدرات القطاع، لا يجب ان نبدا بعده مرة اخرى بحرب ثانية وحرب شاملة، وكأن الفترة القادمة هي هدنة بسيطة لمعاودة الحرب. لا تريد حماس أن يتم القضاء على كل ما قطاع من بشر، لا تريد حماس أن تنتهي الحرب بقضاء على كل قطاع غزة، أن يهجر كل يعني سكانها. حتى الآن نجد تهريب من وقت لآخر بدار رفح، وبالتالي هذه أزمة في العلاقة بين الطرفين. كل هذه المسائل يجب أن تضمنها حماس حتى تستطيع الموافقة على المقترح، وإن كان يعني الأمر أصعب من فكرة قبول إسرائيل لإنتهاء الحرب، لم تستطيع فعل أي شيء، لم تستطيع القضاء على حماس ولا على مقدراتها، لم تستطيع تحقيق نصر ولو يعني سوري يوجه لقطاعات اليمين الشعبوي داخل إسرائيل حتى يعني ترضى عنها الفئات الأغلب والأكثر تطرفا داخل إسرائيل. وبالتالي ما يجب أن يكون بالنسبة لإسرائيل هو شكل من أشكال الانتصار الذي يروج للداخل، حتى لا يقولوا إنه هذه الحكومة هي من فشلت في توقع الحرب، ثم فشلت في التفاوض، ثم فشلت أيضا في تحقيق أي نصر عسكري. وبالتالي يراعى فكرة طبيعة المقترح الذي يمهد لإسرائيل كل هذه المسائل. فظل طبعا إنه من حين لآخر نجد أخبار عن يعني احتمالية حدوث انتخابات داخل إسرائيل، وهناك يعني عملية استطراف سياسي من كل الأطراف، واختلاف ما بين القادة العسكريين من جانب وبين الأحزاب السياسية من جانب آخر. في سياقات الرد الإسرائيلي سيد بهاء، كيف يمكن الحديث عن الموقف الإسرائيلي والقراءة الإسرائيلية الآن، تحديدا فيما يتعلق بمسألة تحقيق النصر ومحاولة نتنياهو إعلان تحقيق النصر، وأن يعادل الكثة ما بين سموتريتش وبن غفير، وما بين أيضا أيزنكوت وغانس اللذان يقفان على مواقف مختلفة في حكومة نتنياهو، وبالتالي الآن القراءة للموقف إذا ما ردت حركة حماس بالموافقة على الصفقة، هل ستكون موافقة إسرائيلية مباشرة؟ أولا لا يستطيع رئيس الوزراء الحالي ولا رئيس الوزراء أن يرضي كل الأطراف السياسية داخل إسرائيل، لأنه بالطبيعة الحالية أطراف يعني متصارعة على الحكم، وأطراف لديها مكاسب سياسية من وجود أي طرف في الحكومة أو رأس الحكومة، وكل طرف لديه أجندة سياسية يخدم بها فئته أو حزبه، وبالتالي ليس معقولا أن رئيس الوزراء سوف يرضي كل الأطراف. الأهم من ذلك أن هناك أكثر من مؤشر يقول أنه قد يتم تصديق المقترح حال قبوله من الطرفين في الداخل. أول شيء أنه المقايضة ما بين أنه عدم قبول المقترح سوف يتم بعده ضرب رفح، وبالتالي هل تنازل من إسرائيل أو خوف من عدم وجود هدنة أو خوف من مسألة الضغوط الشعبية التي تمارس حتى الآن من قبل أهالي أو حتى متضامنين مع أهالي الأسرى، يعني كل فترة في مظاهرات ضد هذه الحكومة وتطالب بوجود صفقة، هذا يعني أن هناك ضغط شعبي كبير، وهذا الضغط يكون أكبر وزخما وأكثر قوة من مسألة اختلاف سياسي بين الأحزاب، لأنه في الأول والآخر هذه الأحزاب لديها جماهير، وهذه جماهير جزء كبير منها الآن في الشارع ضد الحكومة وضد انقساماتها وضد عدم وجود صفقة. وبالتالي الأمر الآخر أنه منذ فترة تم تصويت مسألة أنه تم القضاء على نسبة كبيرة من أرض حماس، وهذا الإعلان تم يعني توزيعه على صفحة سجن الصحف العربية والإسرائيلية، وهذا أيضا يروج لفكرة أن المقترح نفسه قد يلاقي قبولا كبيرا ما بين الأطراف الأكثر قوة في الحكومة أو الشارع، لأنه الشارع يعني طبيعي منقسم، لكن على الأقل النسبة الكبيرة الآن ضد الرحيل وفي نفس الوقت طلبها بوجود صفقة، وبالتالي تم تصديق بالفعل لآلية الصفقة من قبل أن يتم الموافقة عليه. هل تعتقد هناك أيضا أكثر من
نعم، هل تعتقد بأن السياقات التي يتم الضغط بها الآن دوليا سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو التصريحات التي تخرج من الدول في الاتحاد الأوروبي وحتى على مستويات عربية قد تؤثر في مسألة القبول بهذه الصفقة وقبول بتنازلات فيما يتعلق بتحقيق هذه الصفقة حتى لو كانت صفقة جزئية على مدى أيام عديدة فقط ومن ثم الحديث عن هدنة تطول، هل هذا ممكن؟ يعني يجب أن نفصل ما بين التصريحات العملية والتي يعقبها سلوك واضح وله أجندة من الدول الكبرى سواء من أمريكا أو من الاتحاد الأوروبي، وما بين التصريحات إلى حد ما هي الاستهلاك الإعلامي ولا يجب أن يعول عليه. أولا لو التصريح أتى من أمريكا، أمريكا يعني في الأيام الأخيرة يعني دشنت عدة مساعدات لطرفي الحرب سواء في أوكرانيا أو نفسه في إسرائيل. من جانب آخر أيضا الاتحاد الأوروبي لا يعول عليه كوسيط مقبول، هو لم يكن طرفا حقيقيا في الحرب ولم يكن أيضا طرفا في أي شيء، بالإضافة للدول الكبرى مثل ألمانيا كدولة داخل الاتحاد هي من ترعى حتى هذه اللحظة تمويل إسرائيل في أي وقت، وأطلع أيضا صفقات أسلحة وقد تم بالفعل موافقة على ترخيص أسلحة في الأيام الأخيرة. بريطانيا أهم دولة أهم قوة عسكرية داخل الاتحاد داخل أوروبا عموما، تمت أيضا موافقة على ترخيص أسلحة كثيرة لإسرائيل، وبالتالي هذين الدولتين لا يؤخذ على تصريحاتهم في متعلق بالسلام أو في متعلق بأي شيء. كان من باب أولى أن يتم وقف ترخيص الأسلحة، يتم وقف بث الأسلحة، الأسلحة لإسرائيل وقبول أي فكرة بعد ذلك. لكن الأمر يتعلق بأمريكا، أمريكا لو أردت أن تكون ضغطا حقيقيا عظيما لا أردت، لكن هي تريد اللعب على المسألتين، لا تريد أن يكون كفة لصالح حماس ولا تريد أيضا جعل الحرب طويلة الأجل، لأنه هذه المسألة تتعلق أيضا بانتخابات أمريكا وما سوف يحتاج إليه الديمقراطيين من أصوات العرب وأصوات المسلمين، والذين بالطبع لن يكون لهم موقف إيجابي من الديمقراطيين في حال استمرت هذه الحرب واستمر نزيف الدماء داخل قطاع غزة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، الباحث بالعلاقات الدولية بهاء محمود كنت معنا من القاهرة.